السلام عليكم الاخوان ديالنا، تبارك الله عليكم. كما كتلاحظوا بدينا العمل في هذا المطبخ كوزينه. هذه الكوزينه جات مفتوحه للصالون. غتشوفوا معنا الديكور اللي غادي نعملوها، شي حاجه زوينه. تبعوا معنا الفيديو الاخوان، الفيديو ماشي طويل بزاف، وتشوفوا التفاصيل كيفاش حاس، كيفاش دابا كانس هكذا، وكيفاش عاد تحول، وكيفاش عاد ترجع. تجيني اللون ديالو مفتوح، جا زوين صراحه في الكوزينه. لاحظتوا الهبوط ديال البلافور، كان واحد القادو سواد مع الحاشيه. شدينا بلافور على حساب النيفو ديالو باش غطينا ديك الطوبو اللي هاود في الجنب. هذا جا في الروتري في السطح مره، يعني في الاخر ديال الطابق الدار، يعني جات كوزينه وحدها الصاله كبيره. ان شاء الله ربي تشوفوا معنا الديكور ديك الصاله كبيره حتى هو، وبيناتهم القوس اللي هو امامكم. فرق بين الصاله والكوزينه كاينه واحد القوس، حتى هو تكون فيه شي حاجه ان شاء الله يا ربي. هنا في الكوزينه ضربنا الطابله 36 سنتيم وهربنا واحد شويه، ومن الليد اخر، يعني كاين الليد الاولي والليد الثاني، ودابا الليد الثالث هو اللي خدام فيه دابا كصلاح. يعني خرجنا وطلعنا، هودنا وطلعنا، يعني جوج طلعات وجوج هابطات، يعني في بلاف و ثلاثه وليد مضاوب ثلاثه ديال المراس، يعني داير الصمطه ثلاثه ديال المراس. وهاد الديكور كيجي فيه الليد وكيجي فيه سبورتاس. ملي كندوزو الليد ديالنا كامل كنبداو نشدو بلافو الوسطاني. هنا كاين واحد شويه ديال الترابيز، واحد 10 ديال السنتيم، واحد الجهه كبيره على العرض، كبير على خاه على عرض اخر. ولكن الى لاحظتوا راه تلفنا ديك الترابيز وتلفناه مره، ما بقاش كيبان بتاتا كما تلاحظوا في اخر فيديو من غنوريكم الخلاصه كامله. كنضربوا هاد الكارين الاخوان، لاحظتوا هاد الكارين هذا به باش كنطلقوا، يعني انا دوزت كارين في كوزينه كامله، ديك الكارين به باش كنطلق وكنكراطي الا كاين شي حاجه شي روتوش كيكراطي. كنبداو المرحله ديال الفينيسيون الاخوان. العجنه ديال الفينيسيون دائما خاصها تكون زايده، خاصها تكون فيرتي قاصحة، ما تكونش خفيفة باش ما تشربش وباش ما تشاقش. دائما العجنة ديال الفينيسيون خاصها تكون صحيحة، وحتى في الفينيسيون كاين الاخوان كيضرب العجنة صحيحة، والفينيسيون كيستعمل العجنة خفيفة وكيوقعوا مشاكل. دائما العجنة خفيفة او العجنة ناقصة ما صالحاش للخدمة بصفة نهائية. فيني بالعجنة زايدة قاصحة والعمار بالعجنة قاصحة، مش هكذا كتبقى دائما هاني والخدمه دائما كتكون في المستوى. هنا في المراحل الاخيره الاخوان لاحظتوا دابا الفينيسيون، ثم كتشوفوا الطلق، كتشوفوا الفينيسيون يعني حاولنا ما نطولوش عليكم في هذا الفيديو. الليد طلع ديالو 6 ديال السنتيم الاخوان، ودابا غادي نوريكم الخلاصه. وبلافو يكون نشف شويه، خليته تنشف هذا مثل الفيديو الاخير. وهذا نهايه الفيديو الاخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا الاخوان من الفيديو. شويه ديال التفاعل الاخوان، لايك وبارطاجيو معنا. الانسان اللي عنده شي فيسبوك شي حاجه يبارطاجي فيها الفيديو. ودائما المهم اللي ما مشتركش في القناه، هادشي باش كتعطي واحد الدفعه للصانع المغربي والصنعه، يعني هادي الصنعه ديال بلادنا كامله. الانسان ملي كيساعد ولا كيبارطاجي ولا كيعمل لايك، راه تراث بلاد وتراث، يعني هو كيرفع بقيمه الصنعه ديال بلادو. وتبارك الله عليكم.